في حياة نجاة زوجة خونا وحبيبنا زناحة لحظات من السعادة والانسجام. ويا سلام. اسمع ندوي لك انا. اسمع اكلم فيك. تمشي تخدم على الكاشيك، تخدم عند الناس، تمشي للمصرف تجيب مرتباتك اللي ينزل كل شهر، وانت و24 ساعة راقد هنا عند خشمي. ترقى للسماء تنزل للوضع، المهم اليوم تدير لي حل تغير لي هالزواق هذا كله. تسمع فيا ولا لا؟ ندوي لك انا. لا لا طايحة روحك يا مسكينة. فيروز اسمعي، فيروز بس تضيع تسقط تهرب، ما دخلنيش بيك، المهم اليوم تدير لي حل. طبعي باهي هو دير لك حل بفض النظر عن اي حاجة. توا نزوق لك وبطلك لك ودير لك الجو كله. دول الحل وحلين وثلاثة واربعة. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ليت اسمعي، يا ليت كلك انت، كلك معايا انت، تلاقينك 50,000 مرة بعدت السحسح والدين تقلدحي، تخسر تخسر الطاجين يا راجل، تخسر الطاجين يعني ما تحشم على وجهك. بالجو يا حويج بالجو. تشد بالجو، تمشي عند فوق ضنوة. بالجو يا حويج بالجو. نعم، صباح الخير. كانك يا حنة. كيف؟ تعركتوا؟ صرت عرفتوا. اسمعي علي الحلال هذا نركب فيه باذن الله. كيف كيف؟ لا لا حوش بات قاعد يلهد في الحصان. تجي هنا الحوش وتلهدت يخيك في الحصان في هالحوش. علي الحلال علي الحلال نركب فيه. غير بشواش يا حنا بشواش، وتي روحك وتي الشنطه تو نجيب الطريق. مربوحه مربوحه خليه شوري علي الحلال ندير فيه شارع مزال والله. وعد زناحة للمكان الوحيد اللي يقدر يفكر فيه ويلقى فيه من يستشيره. ودبر علي كأنك صاحبي. ترى ستي يا هي ما فيش الا هو. خذوه انتوا الاثنين، ها واحد دخن فلتر واحد من غير فلتر. كيف جت؟ ماشي جوك. والله ماني عارف كيف ندير يا شباب، الوليه دايرت لي جو غلط، ما عارفش كيف ندير. تبي تغيير الالوان، تبي نعناع وبرتقالي بكشوره، وانا خلاص اللي عندي حطيتها كلها في الديكور وحبركت الحوش. عرفته ما عادش نبيها خدمه الكشيك اظهري. كيف ندير بس ما عادش عارف. موضوعك هذا ما ينسكتش عليه بكل يا كابيتانو. كابيتانو عليش جاي كمان، نبيك عم تديروا لي حل بعد نجيب مارد الزواق يعطس في الحوش. يلا ثابت انا بكل، كيف ندير يا اخواننا؟ انت لازم تدور واحد كبير وبعقله يا كابيتانو. كبير وبعقله؟ ما جايك عم انت. هذا ما شاء الله عليه مش كبير هذا؟ لا لا مش بعقله؟ لا مش عنده ذوق واخلاق؟ لا حطوه في شكارة كناسة معناه واسقوه خلاص. كبير وبعقله؟ مالي كبير وبعقله؟ هذا كبير وبعقله صح، هذا بعقل عقل مش كلام. هاي بعقله كبير جو باي. هلعن كنك؟ كيف؟ اسمعي امسكي في كلامك وخليك كيف امك في علي الحلال. امك عمرها ما قالت كلمه وطاحت في وطأ. كيف؟ لا 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 اسمعي اسلحي موضوعه يزوق ولا جعلنا والله ما زوق. اجي حوش بوك يا حلنا، حوش بوك او لبيك. سبب ميتي وتي روحك. وايوه مربوح مربوحه يا حلنا. اغسل يا رب اغسل العوايز اللي متحشم على وجهك 24 ساعة غير تاكل.
تمساح قاعد تقول تمساح ينع عن بوك ظنوة. وفعلا عدى زناحة الواحد عاقل ومجرب ديما يشاور فيه كيف ما قال له كابيتانو جقمة كبير وعاقل. الواحد ما تستغربوش. آخر مرة يا جماعة قف نور كاريسا. هاك يا كاريسا قول وقولي دبرني شندير مع أمك اللي مسكرة راسها على الزواق تبين غير ألوان الحوش شندير. دير جو يا باتي 50 من أنا 100 من أنا أشوف أصحابك. قابة يا بابا كلم عطوني يا راجل من قبل وما عاش بيسلفوا فهمتوا مسكرة نحس فيها القصة. تراك اسرع كاريس تعيالك خلو النص صالة ما تفكرش في بك خلو موضوع الازواج شوري خلاص. اسمع يا ريت علي الحلال زنحة هض نبر ما في شيرك وندير غدا خش حرك. عمي ما كانش في داعي جيم والله مشكلة محلولة وحليناها وما عاش فيها هي مشكلة عارف كيف موضوع الزواج بالذات انا ما نطولش عبدو كلمني رانا نزوق لك اوسع مكان في اسرع وقت ممكن. تفاعل شو الاخبار؟ اسمعي رانا ونص جزي نجينا ولفطة حظ نزوق لفطة الكناري معقدني هذا ونديرها بيش في السماء اقعد فيها. لا اختير لون الفيلي المشحم. هيا شباب هيا الى العمل الى العمل الى العلا الى الامل. توا شباب نحاولوا الدبش نحاولوا جرامبوليات كمعظيمة نحاولوا المكاسب هنا نزوقوا اللون الاصفر برتقالي واللون البيج بيج ودار النوم ان شاء الله بنديروها صودا وتراكي سود والبراوي سود. نعم 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 لا الفازات تو نديروهن اسود مايل للسواد. دار النوم شنو؟ اسود مايل للسواد. دار النوم سودا ان شاء الله سودا سودا ما كانك دقيقة بس عندها ضعف. تعال يا اخي اسمعي والله مجي الله اسمع واو قاعدين شباب يموجوا. عدوا يا شباب يا شباب برا اطفال اطفال مش مفروض يتفرجوا على افلام الرعب. انا في وليا تخوف تفجع اطلعوا برا. يزوق حوشي شحاته؟ مش شحاته دراجان. معقوله فضل تزوق الجيران يفضي يحكي في الشارع؟ بالعكس بالعكس ما انت قلت لي بنزوق هوني تو نديروا لك حل كانك ما بتخاف. لا يقعد حوشي كل رقعه بلون والله والله ما تكتب علي هذه. طبعا انت شن تفرق عندك انت؟ كيف شن تفرق؟ تفرق واجد راجلي يشتغل ويطلع فلوس ولا هو راقد وعياله يشحته في الشارع؟ يا اطلعي على راس حاجتك صار انت دوارتك مش في الزواق في انا بفضل النظر عن اي حاجه تو انا ندير لك جميع الحلول حلك مشكلتي ومشكله الزواق مع بعضها ما عندكش مشكله بكل جميع الحلول عندي انا فيش اي قصة. شباب وين قاعدين؟ يا جايكم عندنا مشكلتين نحلون مشكلتين ونص. انا قاعدة راجي بيه وشرطي واتشي عارف يا زنحة لو لي عليك الليل وما درتليش حلو والله والله بعدين كل واحد عقله في راسه ويعرف خلاصها باهي. عقلك في راسك باهي قيتيه الحمد لله كان رايح ولا لا؟ كيف كل مرة لقى زنحة حل سريع وبنادول أصلي لكل مشاكل. يا شباب طقف وين يا شباب باش علقها نشجع في نادي نشجع في نادي نشجع في نادي في قلبي هو الوحيد. يا شباب يا شباب في ماني فلوس ولا على الأبيض بننبحها وانت راهدنه. يا زناحة وقت على المباراة حينركب المدرجات وتولموا من الجماعة اللي تبيه وشه كم زناحة ينور في الساحة كم زناحة ينور في الساحة. يا باتي انقطع الاتصال معاش لقيته شكل موضوع زواج مسير منا رات عشان انت وخلاص.
لا لا ما تجيش قولي لا. شي نلعب بالسيارة ببلك. ما أطلع وايدة باتكا يحصل مع أصحابه وزكى في نقالة. كيفاش مالنا أنت اللي تهاجي فيه بالهرجة والدواء والطلبات بتاعاتك هذينا. هذا ما مازال يا ولد باتك. ترد عليا وترفع صوتك في وجهي. نشجع في نادي نشجع في نادي نشجع في نادي في قلبي هو الوحيد نادي البطاطي نادي البطاطي نادي البطاطي على ايام غلايزين. يا مزاج يا مزاج قاعد نجيب لك في السواق قاعد في دكان السواق ادعاك ادعاك على الواد عرفت كيف ماشي جو جو تمام خلاص جو نشري سواق ونروح. شوف فيه الحكم داخل يضرب بطاقة حمراء. حايف على امك يا حكم حايف على امك يا حكم رجي ولد خوك هاو ولد خوك مكلوب ولد خوك جناحة مكلوب هناك واحد فيه عقل ينزل في ملعب تقدر تكركب فيه الشرطة جاي واد والله لو الحصفة الله الحلقة صفر منين ما نبات نقطع لها الشعر طوالها جعلنا الله في راسك يا الأصلح. أنا في عندي المكلوب عندي المزنحة يعني ولد خوك جناحة الله العظيم الله يرحم الله تصلحني ها اوكي رجاء نجات يا نجات قاعد في دكان دخل الزواج يا نجات لا غير يخلطوا الزواج طلع داكن شويه فقلت لهم